حلوين، كل سنة وانتم طيبين. وزي ما وعدتكم دايما هوريكم اوتفيتس تناسب العيد، فحبيت اوريكم دراس كده مناسب لو خارجين تتغدوا او تتعشوا بره او زيارات العيد. دراس انا عملت له شويه تاتش كده تخليه كلاسي، وبرده ينفع تلبسيه كاجوال، ينفع تلبسيه كمان على البحر لو حابه، بس انا حبيت اخليه شويه يعمل كلاسي لوك. هو سترايب دراس، في الستايل ده مناسب جدا للصيف، وهو كمان فاشنبل وهنشوفه في حاجات كتير. اللون كمان البلو ده موضة قوي، بس حبيت اعمله كلاسي لوك. فعملت ايه؟ لبست البيلت بيرل زي ده، ومعاه البراسلت نفس الستايل. الزراير بتاعت الدريس اصلا لونها ابيض فساعدتني، والكم لبسته كمان مع ساندل لونه ابيض هيلز علشان يبقى يدي كلاسي لوك ويدي طول كده. انا بحب الهيلز، بحس وانس ان انا عايزة اعمل كلاسي لوك ولوك شكله مميز وينفع الخروجة، رايحة اتعشى او رايحة اتغدى في مكان مش لازم البس حاجة، مش همشي كتير قصدي، فا اتس اوكي ان انا البس هيلز، مش هيلز اللي هو الرفيع، ممكن عريض شوية او حاجة مريحة، بس بيدي شكل كده حلو وبيخليكي حاسة ان الاوتفيت شكله مختلف. كمان حبيت ان انا البس الباك دي او اشيل الباك دي مع الدرس، هي برضو فيها سترايب، هي سترايب باك او فيها سترايبس كده، لونها نيفي بلو مع اللون الاحمر اللي موجود اوريدي في التربان. بص هو يعني مقلم على مقلم بس عجباني، يعني حسيت انها ماتشنج مع اللوك كده ومخليه الدرس شكله واللوك كله شكله مختلف. لو انت عايزة تشيلي شنطة سادة ممكن جدا تشيلي شنطة لونها احمر زي دي، هتبقى برضو حلوة، او ابيض او بيج برضو هتبقى لطيفة. بس انا حبيت اني اعمل لوك شكله شوية في ديتيلز كده ومختلف، فشلت الباك دي. والنضارة كمان هوريها لكم في الصور. يلا نشوف الدرس واللوك كله شكله عامل ازاي. الدريس ده حسيت ان هو لازم يتلبس بطريقه very comfy كده، يدي impression بالراحه وبال comfy style المناسب للبحر والشمس والحر، فانت ما تعمليش اي حاجه جوست انك انت تلبسيه كده وتكمبلمنت بقى بالستايل بتاع التربن. حسيت ان الطرحه كده يعني هي مريحة جدا، والستايل ده كمان مناسب لو حطيتي شابو، يعني لو حطيتي شابو سترو زي الباك وعلى الطرحة وهي ملفوفة كده هتبقى حلوة جدا جدا.